وصل جميع حجاج مملكة البحرين الذين يربو عددهم على 4600 حاج إلى الأراضي المقدسة وسط إجراءات ميسرة وسلسة من قبل الجهات المعنية بحكومة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية. وقد طمأنت حملات المملكة بعثة الحج البحرينية بصحة وسلامة حجاجها كافة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. بهذه الابتهالات العظيمة أنشد حجاج مملكة البحرين الذين وصلوا جميعا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج شعور بالشوق واللهفة لقدسية هذا المكان اختلج في صدورهم حتى عجزت كلماتهم عن تعبير ما في نفوسهم. شعور لا يوصف، شيء لا أتمناه هنا في لا أتمنى أن الله يبارك لنا إن شاء الله في حجاتنا ويبارك لنا إن شاء الله في أهلنا ويحفظ لنا إن شاء الله مملكتنا ويبعد عنها إن شاء الله الحسد ويبعد عنها إن شاء الله كل من أكيد لها إن شاء الله. شعور لا يوصف طبعا، يعني الإنسان تكون خنقتها العبرة وشعور أكثر من رائع أنه هو الله أكرمه أنه يؤدي هاي العبادة وهاي الفريضة ويكون إن شاء الله بإذن الله الله يتقبل يا رب. وبالرغم من المشقة والتعب إلا أن استشعار الحجاج للمثوبة من رب العالمين كان سر حماسهم الذي يدفعهم لزيارة المشاعر دون أي قلق. كنت أتمنى هذه من السنين، 7 سنوات وننتظر، كنت مريضة بس الحمد لله. بعدين أحلى شيء كانت بنتي معي وأختي وأخوي ومرت أخوي وكل حبايبي معي، كنت أتمنى أعدي هالفرد أقولهم بأعدي مرة بعدين بقعد، بس خلاص مو بشيء. وشكر رب العالمين اللي الله عطوني إياها هالفرصة. من المرض هذه نعمة من نعم رب العالمين، الناس تتمنى المرض علشان يخفف علشان يعطيها أجر، وأنا يولي لي مكاني الحمد لله نعمة من رب العالمين. مملكة البحرين وكعادتها في مد يد العون للجميع لم تنسى المقيمين فيها، بل حرصت على توفير لهم فرصة الحج في بيت الله الحرام. احنا نهتم فيهم انزين على اساس انهم موجودين كضيوف وكمقيمين عندنا موجودين بالبحرين، وتخصصنا في الحج مع المقيمين على اساس ان ايش، لان فرصه كبيره من المقيمين ان هم ايش يطلعون معنا الحج. ومع وصول حجاج المملكه سارعت البعثه البحرينيه للحج في زياره الحملات للاطمئنان على صحه وسلامه افرادها. عقد حملات مملكة البحرين ها هو يكتمل في أطهر بقاع الأرض، 57 حملة تلألأت بوصول حجاجها الملبين سالمين وآمنين. لتلفزيون البحرين صالح يوسف، مكة المكرمة.